ننظم ندوة اليوم اللي هي تدبير ندرة الماء بين الإكراهات المناخية والسياسات العمومية باحتفالا بمناسبة اليوم العالمي للماء. كيعرف الجميع بأنه المغرب عنده ضعف تساقطات وأصبحت الوضعية صعبة، وبعض المدن وصلت للحالة ديال أنه كيقدر يتقطع عليها الماء. المغرب على العموم وصلنا لواحد النسبة من المياه اللي كتستعمل للفرد في 2023 عندنا 606 متر مكعب لكل مواطن. هاد 606 كتجعلنا أننا قراب من ما يسمى بالنسبة ديال الإجهاد المائي اللي هو 500 متر مكعب لكل فرد. كتنزل لنا مثلا في 2023 140 مليار متر مكعب، تبخرت منها كمية كبيرة 118 مليار، كتبقى 22 مليار متر مكعب. هاد 22 مليار متر مكعب فيها 18 متر مكعب سطحية و 4 مليار متر مكعب جوفية، اللي تجعل بأن التدبير ديالها سهل. الآن البلاد قامت بإنجاز مجموعة مشاريع اللي كان بداها المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه، سدود كبيرة تنجزات في المغرب، أكبرهم سد الوحدة اللي هو ثاني سد في المغرب واللي أحد المؤثرين معنا اليوم، تحلية ماء البحر في المدن الساحلية، تحوية المياه، أمور كبيرة كتدار. فهذا الشيء كيهم تهيئة ديال التجهيزات المائية، ولكن كيبقى الجانب كيفاش أنا ندبروا الندرة، كيفاش نفرقوها ما بين الفلاحة ما بين الشرب ما بين السقي ما بين، كيفاش يتم التدبير ديال هذه الندرة. هذا هو الموضوع اللي الآن كاين هنا خبراء اللي من مختلف التخصصات، تهيئة التجهيزات المائية، تدبير ديالها، خبراء في التنمية القروية وخبراء في تدبير المدن.